بعض الأحيان الإصابة من ضربة محمد حميد كانت قوية قوية لأنه نعم. منطقة الضلع وهاي المنطقة تبدي يعني سالم مو دكتور بس صايرة بأحد الأخوان مجرب تبدي هاي سالم مجرب ولا سلام مجرب كابتن حبيب أي هاي مال الضلع تأذي تبدي تمرر الوقت الزيت زيت وتورم يعني هاي إذا الظل تتنفس تأذي ما يتحمل صار بيها نغزة خاصة الحارس متعوضة بلاعب يعني الحارس هو خلاص اذا ما يقدر اذا ايده شويه توجع يمكن بعد ولذلك سالت يعني ما كان الاولى ان خرجه بين لا الشوطين لا هو شوف كل ساعه يصير حال تبدا تتازم هي تبدا تتصاعد هاي لانه يبدا المنطقه تورم والضلع يضغط على الرئه يصير التنفس صعب يعني بها ويعني تتاذي فلذلك مثلا هو بالاستراحه غير شكل بس من دخل المباراه بدات تزيد هاي مضاعفات واضطر انه المدرب يبدله زين أداء محمد حميد بصراحة خلال الشوط الأول والله محمد يعني يعني للأسف أكو كرة يعني حقيقة هبطنا بيها يعني خاصة صح بعد اللي طبت أمامه كان وعبت. محمد شوف بعض الأحيان الضغط الزايد والتحميل للمباراة قد يأثر سلبا على اللاعب فقد أما قضية ترك يعني الضغط الزايد نتيجة تعرف المباراة وضغط المباراة خلاه يفقد التركيز ويعني ما تشعر بي كل اللاعبين يفقدون التركيز المفروض الحارس يكون الحارس غير شكل لذلك الحارس مراقب وبشكل كبير جدا يعني انه وضعه بالمباراه كيف يكون فاعتقد محمد يعني ما وفق بدايه المباراه يعني خاصه اللي فقد تركيزه هذه الكره اللي طبت وعبرت شوف هي الحسابات هو داخل المباراه ما مرش شوف هي تختلف لا شوف اللاعب بعض الاحيان مو قلت لك اللاعب نوبات يضغط يدخل بحماس عالي قد يكون هذا الحماس يجي عليه سلبا محمد كان يفكر يمسك الكره ويذهب بس من راح من الكره ضربه الارض تغير اتجاهها وخاصه استاد عمان انا لاعب عليه كذا العشب مالته مو عشب يعني اكو فراغات يعني متراص تماما فاعتقد من ضربه صعدت للاعلى هو ما حس بهذا الموضوع فحقيقة أنت إشعار للمتابعين أنه هو ما مركز بشكل عالي أو فاقد التركيز وبالتالي أثرت عليه في باقي الدقائق يعني هو قدر يتلافاها يعني لأنه وصلت لأكثر من كرة عملوها بشكل صحيح والهدف ما نقدر نحملها لأنه أمام أقدام كثير من اللاعبين ما شافه لا السؤال بالضربة الحرة المباشرة للمنتخب الإيراني لحظة إصابة محمد حميد الارتطام بالعمود طبيعي أنه الحارس يرتطم بالعمود صاير اللقطات له المفروض يصير القفز أمامي أمام العمود قفز الحارس كابتن حبيب مو مرات الكرة تصير عليها بعيدة أو مثلا ما يقدر الكرة مثلا ما يقدر مثلا الكرة وين يعني وين توقف الكرة والجدار وين مرات الحارس يأخذ خطوة للأمام ويطلع الكرة بس يجوز هو ما أخذ خطوة يعني صارت عليه بعيدة فدخل داخل الجزاء خلينا نأخذ الإجابة من مختص الكابتن جليل زيدان مدرب حراس المرمى رحب بيك معي عبر الهاتف نتحدث عن أداء الحارسين في هذه المباراة لكن البداية من محمد حميد لحظة الإصابة بذات السؤال الأمر طبيعي لو كان المفروض يأخذ خطوة أو يقفز إلى الأمام من أمام العمود تفضل تحياتي لك استاذ علي وضيوفك الكرام كابتن جبار هاشم والاخ العزيز مدرب حراس المرمى القادم اللي يشرح حبيب جعفر حياك والله حبيبي لا الحقيقه يعني اليوم مثل كل شاهد المباراه يعني وشاهد بالذات يعني الحارس محمد حميد اليوم قبل كل شيء انت لازم تعرف الاجواء اللي راح تلعب فيها تعرف الكره دائما يعني هي عباره عن تقدير في كل ملعب يعني حسب الاجواء اللي صادفه ان كان هواء او مطر او الارض طبيعيه او الارض صناعيه لذلك اعتقد يعني كانت هناك سوء تقدير لاكثر من حاله يمكن صارت من الكابتن محمد حميد بالتحديد يعني حتى الإصابة اللي تعرض لها كان ممكن أن يتلافاها يعني حقيقة لو تمركز بشكل أفضل يعني كان ممكن أن يأخذ يعني ياردة للأمام كان تمركز على الخط بالضبط تحت العارضة وهذا أعتقد يعني شيء خاطئ كان ممكن أن يتمركز ياردة وينتقل ومن ثم يبتعد عن الإصابة والارتطام والعام طيب حتى أن بعض الكرات نعم جلال تقييمك لجلال كابتن
شوف مسألة جدا مهمة يمكن لاحظتوها يعني من يعني من نزل جلال حسن ما تعرض المرمى المنتخب العراقي إلى إلى حلو. لم يجرب لم يجرب ربما هنالك يعني شفنا التنظيم العالي يعني احنا دائما الحراس نوصيهم بالتنظيم يعني من خلال التوجيهات اللي تجيهم من الخلف والقياده المطلوبه بالنسبه للحارس الامامي للخط للخط الامامي شاهدنا التنظيم الخط الدفاعي في الشوط الثاني يختلف عن التنظيم في الشوط الاول. بالشوط الاول كثير من الاحيان لاحظنا المدافعين في داخل منطقه جزائنا في اكثر الهجمات عكس الشوط الثاني. صح المنتخب الايراني تراجع لكن في نفس الوقت كان هناك تنظيم وهذا بالتأكيد اجى من توجيه من الحارس يعني من الخلف. لذلك اعتقد يعني توجيهات جلال بالشوط الثاني يعني قللت الخطورة على على المرمى العراقي. اقدر اخذ منك تقييم من 10 كابتن؟ لمن؟ للحارسين. جلال ومحمد؟ نعم جلال ومحمد. جلال من 10 ايش قد تنطي؟ رغم انه لم يجرب. جلال حقيقة جلال يعني انا اتوقع يعني ادى دور كبير بالتنظيم. نعم. من خلال التواصل يعني مع المدافعين لذلك يعني ما جرب كثير يعني بالبدايه تعرف هو عائد من اصابه ومباراه يعني ايا كان ما عندي وقت اعطيني نسبه ايش قد من 10 لجلال؟ يعني انطي بدايه اليوم انطي يعني فد 7 انطيه. طيب من 10 ايش قد تنطي لمحمد حميد؟ يعني انطي 5 اليوم. شكرا جزيلا للكابتن جليل زيدان. 5 من 10 لمحمد حميد و7 من 10 لجلال.